يضيف مجمع الأسمدة الأزوتية والمركبة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة 6 كيانات جديدة للصرح العملاق، ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة، فهناك مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 400,000 طن سنويا. كما يضم المصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة حوالي 300,000 طن سنويا، وذلك إلى جانب مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 165,000 طن سنوية.